شارك رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن الصغير بن عزيز في الاجتماع الثاني لرؤساء الأركان بدول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض. وقد ناقش رؤساء الأركان خلال الاجتماع استراتيجية التحالف ومبادراته التي يعمل عليها والمعنية بمجالات عمل التحالف الإسلامي، كما تم مناقشة أهداف هذه المبادرات ودورها في خدمة الدول الأعضاء فيما من شأنه محاربة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف. ويأتي الاجتماع في إطار التحضير لاجتماع وزراء الدفاع لدول التحالف الإسلامي والمزمع إقامته في فبراير 2024. رافقه خلال المشاركة في المؤتمر كل من رئيس بعثة اليمن في التحالف الإسلامي العسكري اللواء الركن توفيق القيز، وقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح، وقائد محور يعتق اللواء الركن عادل علي هادي، وقائد محور أبيان العميد الركن سناد الرهوة، والملحق العسكري بسفارة بلادنا لدى الرياض العميد الركن يحيى الوعيل.